ونروح بسرعه نشوف اوائل 500 من اوائل الطلبه زاروا النهارده مصانع الهيئه العربيه للتصنيع وتعرفوا على ما تقدمه الهيئه من خدمات جليله ومن انجازات في مجال الصناعه. تعالوا نشوف. وسط اجواء احتفاليه ظهرت خلالها مشاعر الفرحه والتقدير، قامت الهيئه العربيه للتصنيع بتكريم اوائل الثانويه العامه ايمانا منها باهميه دور الشباب وتشجيع المتفوقين منهم. شيء مشرف جدا لينا ان هم يشرفونا النهارده. عايزين نحتفي بيهم، نخليهم يشوفوا عينا من مصانعنا، يشوفوا اهليهم بينتجوا ايه، يشوفوا انه في انتاج حقيقي في مصر. انا سعيد جدا بتواجد اولادي دول هنا النهارده، وبتمنى انه الخمسين السنه دي يبقوا 500 اوائل السنه الجايه، يبقوا 5000 اوائل السنه اللي بعدها، ونشوفهم بعد 10 سنين او 15 سنه مبتكرين ومخترعين لمصر يشدوا بايديها لقدام. 50 طالبا وطالبه قاموا بزياره مصنعين تابعين للهيئه ليتعرفوا خلال الزياره على مراحل تصنيع السيارات الجيب والسيارات الحربيه والمصفحه للمره الاولى، احتفاء بهم وبتفوقهم. مبادره حلوه ان هم يستضيفوا الاوائل، وده في حد ذاته تكريم. انا باذن الله داخله طب بشري، ونفسي في يوم من الايام اكون زي دكتور مجدي يعقوب في خدمه المصريين. حاسه بفخر عظيم ان احنا بنشوف مؤسسه زي ديت. احنا كنا بنسمع عنها وبنشوف اعلانات ويافطات ليها، انما ان احنا نزورها طبعا دي كانت مفاجاه لينا. نشكر جريده الجمهوريه ان هي ساهمت في حاجه زي كده. حسيت بالفخر ان احنا عندنا صناعه بتشترك مع امريكا في سيارات جيب. انا مش مصدق كده. هم بيوروك مراحل الانتاج، بيوروك العربيه ازاي بتعدي في الاخر بالاختبارات الصعبه، تمام، عربيات حربيه وعربيات مدنيه. فلا طبعا كان في استفاده جامده خالص. يعني موضوع التقدير والمكافاه وان هم يخلوك تزور حاجه اكيد ده بيدي دفعه يعني لقدام. كل التكريمات والحاجات دي دفعه ان احنا نكمل ونفضل كده، ان احنا شفنا يعني المتفوق مثلا بياخد ايه تكريمه بيعمل ازاي. تطوير الصناعه الوطنيه يساهم بشكل اساسي في النمو الاقتصادي، والذي لن يكتمل دون دعم الشباب صناع المستقبل. وتعرف هؤلاء الشباب اليوم على احد اهم القلاع الصناعيه في مصر يقوم بدور تشجيعي لهم ليتمكنوا من التطوير والتنميه في المستقبل. محمد سلامه، هنا العاصمه.